السلام عليكم، معكم الفيديو. احنا النهارده هنبدا معاكم احمد حسين. النهارده هنبدا نتكلم عن نكمل بقيه الكومبوننتس الموجوده في الابلكيشن ديزاينر. فتعالوا نفتحه ونكتب اب ديزاينر، هيفتح معانا الاب ديزاينر ده. المفروض احنا خلصنا كل الانسترومنتس انسترومنتيشن بورت، تمام كده. عايزين نخلص بقى بقيه الكومن. احنا خلصنا المره اللي فاتت الاكسس واللاين، خلصنا البوتو، خلصنا الشيك بوكس، فاضل لنا الدروب داون والليس بوكس والراديو بوت داون بوتوم داون بوتوم كروب قصدي، والسلايدر والسبينر. فاحنا ممكن ناخد السلايدر وناخد السبينر النهارده. يعني السلايدر والسبينر دول عاملين زي بالظبط النوب، وال عاملين زي النوب بالظبط اللي انت بتغير. لو فاكرين النوب كنا بنغير اهي، لو فاكرين كنا بنغير في النوب، بنغير القيمة. مش عارف ليه كلها دخلت في بعض كده، بس المهم يعني كنا بنغير النوب، غير القيمة على اساس كده كان بيظهر لنا في الجيج. فاحنا هنعمل كده بقى، هنغير السلايدر او السبينر، ماشي. فاحنا هنخلينا ايه، ماشي، ونظهره في الجيج ده، ماشي. فتعالوا نبتدي بالسلايدر الاول، وتعالوا نضيق البتاع ده شويه، شكله كويس شويه. ماشي، ماشي كده كويس. هو القيمه بتتغير من 0 ل 100. ممكن نخليها، ماشي، خليها 10. وهنا نخليها 10 برضك، ولا خليها 20 عشان ايه شكلها تكبر. ودي خليها 20 الانترفيو، ماشي. حلو، انا مش هلعب في الكونفيجر، مش هغير انا النوع الخط والكلام ده كله. عايزين بس نشوف ايه هو السلايدر والجيتش، احنا عملناه في فيديو قبل كده. تعال بقى نشوف السلايدر ده هيأثر ازاي عليا. فاحنا هنعمل هنا نوقفها دي، هندوس عليه كول باك، في اللي هو تشينجد فانكشن والتشينجينج فانكشن. واحنا قلنا التشينجد اللي هو ايه اخر يعني القيمه، بيبقى في لاج ما بين كل قيمه وقيمه، يعني انت غيرت فانت في لاج للقيمه الثانيه، تمام، عشان القيمه الثانيه تظهر على الجيتش في لاج. اما التشينجينج بيتغير في نفس الوقت، فخليها تشينجينج احسن واسرع، ماشي. اوكي، عرفت معايا الكود، تمام. هو اللي قال لك ان changing value هي الايفنت فاليو، ماشي. هو اللي بقى ان الاب دوت جيج نفس الاسم ده، كنا ممكن نغيره عادي يعني. دوت فاليو بتساوي ايه بقى، بتساوي القيمه دي، كوبي بس كده، شكرا. ده الكود بتاعي، نرن، ماشي، نسيفه. ماشي، فين؟ اوكي، ماشي ماشي ماشي. احنا السيشن 8، معلش انا اسف. ناين، ماشي. هنعمل سلايدر سبينر، ماشي خلاص. هو المفروض هيرن دلوقتي اهو، بس الكمبيوتر مهنج شوية اهو. فتح معانا اليوزر انترفيس فيجر، ده اللي فود الابلكيشن هنشتغل عليه. احنا مشتغلش على البانل هنا، بنشتغل على ده. اوكي، فتعالوا نغير، تمام اهو 40. بص، تشينجينج بيتغير في نفس الوقت، اللي تشينج لازم اقف عشان القيمه تظهر، لازم اقف عشان القيمه تظهر. امال هنا بيتغير في نفس الوقت معايا،
ماشي اوكي. ناقصين 100 هي، 0 هي، وممكن في النص ياخدها. 77، 40، 20، 100 او اقل من 100 بشوية. تمام اوكي. تعالوا خلاص احنا كده عملنا السلايدر. طب اوكي ماشي، احنا هنعمل ايه بقى؟ نخليه زي ما هو وهنزود عليه السبينر. يعني ايه؟ تعالوا كده نخليه زي ما هو كده، بس هنزود، او تعال نخليه تحت ونحط السبينر فوق. السبينر بقى انا بحركه بي يعني ايه بال بسم الله الرحيم، بس انا بكتبه وانا بزود ومنقص بالاسهم دي. تمام كده. فتعالوا بقى نعمل ايه، كول باك بردك تشينجينج، ماشي تشينجينج فاليو. اقول بقى ان تشينجينج فاليو هي ايه، اب دوت جيج ماشي دوت فاليو، فاليو في كابيتال ساوي التشينجينج فاليو. ماشي حلو قوي. نرجع تاني بقى نرن. لو انا غيرت اي واحد فيهم الجيج هيتأثر. فتعالوا نبص كده، يعني انا هغير السلايدر هيتغير. طب انا هغير السبينر، بص اهو هيتغير. ممكن ينفع نكتب، ممكن تعال نجرب اهو. يعني هتكتب هنا 70 مثلا، انت عايز 70 زي انك بتحط نيوميريك اديت فيلد نيوميريك عادي، او ان انت تلعب بالايه بالسهم كده، يعني ايه تقعد تزود وتنقص بالواحد. طبعا ده بيبقى احسن بكتير في الاداق. يعني مثلا ممكن احط ايه 50 نص مثلا، ممكن 72.45 حاجه كده، يعني فاهمين. طبعا طبعا انا ممكن بقى احدد له الانكرمنت، يعني الانكرمنت عندنا بواحد، ممكن اخليه نص، ممكن اخليه 0.05. يعني تعالوا نقفل ده كده وتعالوا نشوف الكونفيجريشن هنا. عايز اقول له انت ماشي ستيب 1 اهو، نخليها 0.1 من 1 من 10. تعالوا نرن كده والبدايه بتاعته زيرو. فتعالوا مثلا ايه نبتدي 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6. هو بص بيزيد اهو، بس بص ببطء رهيب. بص اهو ملاحظين كده، هتلاقيه بيزيد بس هنا، هتلاقي السهم بيزيد بس ببطء رهيب قوي. طب مثلا تعالى نخليها 4.2 اهو، 4.3 0.4 0.5 0.6. طب عايز اقلل اهو بيقل اهو. طب انا عايز العب في ده، ينفع تلعب في ده عادي جدا. طب والقيمه دي لا، هو ما دام انت غيرت هنا ده هيتغير، لو غيرت هنا ده هيتغير. تعالى مثلا نخلي ده زيرو، بص هيرجع زيرو وهيسيب دي، مش هتحط الاثنين مع بعض، ما ينفعش تغير الاثنين في نفس الوقت. المهم يعني انت بتشتغل على واحد فيهم. يعني السبينر بيبقى في الديجيت الصغير قوي، السلايدر والنوب والسكريت نوب، الحاجات دي كلها بتبقى ايه كويسه لو انت ايه معاك حاجه بتحركها ايه بايدك كده. اما الحاجه بالديجيت او بالارقام، لا اديت فيلد نيوميريك بتدخلها له كرقم، او لو انت عايز تزود بالانكريز والديكريز بوتونز يبقى كويس برضه. تمام كده. يعني يا رب يكون الفيديو مفيد، وان شاء الله نكمل الفيديو الجاي في الباقي اللي هي زي الدروب داون والليسب بوكس والراديو بوتون جروب والستيت بوتون. التكست اريا بالمره كده، التكست اريا ده احنا بنعمل كلام، يعني انت عايز تكتب كلام تعمل ديسكريبشن. يعني this application includes spinner and slider and show the results on gauge. تمام كده مثلا، فاهم انت ديسكريبشن، وتسمي هنا مثلا ايه ده ديسكريبشن مثلا حاجه كده، فاهم. فالتكست اريا ده عشان تكتب ايه كلام بس. فاضل الدوجل بوتون جروب ده بردك، البانل ده اللي احنا عملناه قبل كده، التايب جروب دي هنشوفها بردك دي لو انت عايز تعمل كذا تاب، يعني مش ده كذا تاب في نفس الوقت. يعني بصوا ده تاب في حاجة وده تاب في حاجة تانية خالص. يعني ده بتحط فيه كود، يعني تحط مثلا هنا في التاب ده، طب ده تو لا يعني دي في التاب الأولى بس، تاب تو مثلا في السلايدر، يعني التاب الأولاني في الجيج، التاب التاني في السبين، حاجة كده يعني. فده كيس وده كيس 1 مثلا، وانت عايز تعملها كيس 1 وكيس 2
كل واحد ليه يعني ناخد. ممكن احنا ممكن نعملها. طب اقول لك هنعملها، انا هعملها دلوقتي. هعملها ازاي؟ بصوا، التاب 1، التاب 1 احط فيه الجيتش، ماشي. تعال انت هنا كده بقى، ونحط فيه السبينر. يبقى السبينر والجيتش في ايه؟ في التاب الاولانيه، وهسميها ايه؟ سبينر، ماشي. طب التاب 2 احط فيها السلايدر، واحط جيج تاني، ماشي. ده جي. بص بقى، عايزين بقى نظبطها بقى. يعني ايه بقى نظبطها؟ اولا انا خلاص انا ده معايا. طب انا عايز اكبر ده شوية بقى عشان يبقى شامل، ماشي ماشي. ماشي ماشي. بص بقى، الديسكريبشن زي ما قلت لكم، اللي احنا عايزين نعمل ديسكريبشن فنحطه فوق مثلا، نحطه على الجنب هنا، اللي عايز يفهم الكود مثلا خلاص اوكي. فالتاب 2 ده نسميه بقى ايه؟ نسميه مثلا ايه؟ سلايدر، ماشي بالمره يعني. احنا هنا قلنا السبينر، احنا هنعمل ايه بقى؟ في جيتج 1 في جيتج 2، فتعالى مثلا هنا هنسميه مثلا جي سبين، او انا عايز اسميه مثلا او جيتج مثلا جي 1، ده جيتج 1، وده جي 2، ماشي. وده خلاص خليه كابيتال، ماشي اوكي. فتعالى بقى السبينر نعمل كول باك فيه، ماشي اهو بالظبط. هو السبينر هو ايه؟ السبينر معاه جي 1 صح كده، تمام. طب والسلايدر، ماشي خلاص اوكي حلو ماشي. وطبعا بقى تشوف السلايدر برضك، هو غيرها خلاها جي 2 ولا لا؟ كول باك اهو، نروح ماشي اهو. لا، السلايدر المفروض يبقى ايه؟ يعني ده السبينر اهو، ان السبينر لما بيغير بيدي الجي 1. طب السلايدر المفروض يغير يدي الايه؟ لجي ايه؟ لجي 2، تمام كده. بس كده شكرا. بس تعالوا بقى ايه، نرن الكود كده ان شاء الله يشتغل. كنا انا الابلكيشن معايا في 2 تاب. انت عايز تشغل ايه؟ سبينر ولا سلايدر؟ يعني سبينر اهو، هنخلي مثلا 20 اهو، عملها 20. تعالى بقى نزود 20.1 20.5 20.9 1.1 21 22. بص بيزود اهو، بص بيزود اهو، بتاع بيزيد ببطء اهو، تمام كده حلو. ده السبينر. تعالى نشوف السلايدر، لسه زيرو. تعالى نغير، بيغير اهو. يبقى ده يعني بص ده رقم اهو، ده مثلا واقف على 60 اهو، ماشي. وده واقف على 60. بص ده كان كام؟ 25 واحنا 25.6. فده تاب وده تاب تاني مختلف تماما، ده حاجه وده حاجه تانيه خالص. فده كويس، ده بيديك ان انت يبقى عندك في الابلكيشن بتاعك كذا تاب، كذا كود، كذا يعني كذا ابلكيشن في نفس الوقت، تمام. فا اوكي، يبقى احنا كده خلصنا دي كمان، حلو. ومعنا خلصنا البانل. احنا كده كده البانل دي كنا بنعملها عادي. انت عايز تحط البانل تحط فيه الحاجات دي كلها، يعني هي هي نفسه اكنه البتاع الابيض ده، هو هو مفيش اي فرق، تمام. والتاب جروب عملناه. لو انت عايز تغير ولو عايز تزود، انت عندك ثلاث كذا حاجه، ابص اهو فاهم انت، ولو عايز تمسحها اهي. وعملنا التكست اريا، السبينر، السلايدر، ماشي كده. فاضل اللي هي دروب داون والليست بوكس والحاجات دي كلها، ماشي. ان شاء الله الفيديو الجاي نحاول نعملهم. ومعلش طولت عليكم، بس يلا احنا عملنا كذا حاجه كويسه مع بعض يعني. السلام عليكم ورحمه الله.